بيصير بيصير انا هلا واضح سميتي ايوب هذه مرتي نوال وبنتي لوجين وهذا لباس الانزو مرحبا بكم عندنا اليوم في مدينه جديده اليوم غادي تعيشوا معنا الاجواء ديال تحضير الفطور رمضان ونتمنى يعجبكم مرحبا بواضح عندي اليوم غنبداو ان شاء الله نوريكم الاطباق اللي غنحطوا اليوم في الطبله واول حاجه غنبداو بها هي لا سوب ديال بيوري غنصاوبها انا وبنتي ان شاء الله ومرحبا بكم عندنا ساعد ماما ساعد ماما كتساعدي ماما انا غنعطيك هذا اش غديري انت غادي تقطعيه ليا داكوغ شويه عندنا قطع ماشي مشكل من الكوزينه والشقه وداكشي ماشي شي حاجه مكتوبه على المراه ما فيها باس الواحد يعاون مره مره ينقص عليها شويه التمر دابا كنحاول غير نعاونها في تقطع الدجاج باغا تصايب دي ميلي ساندويتش من بعد غادي نحاول نشحر لها البصله ونشوف الا كانت شي حاجه باقا ما يدار صراحه راه كاينه غون ديفيرونس حيت رمضان كان هو داك كتخرج كتمشي للمارشي مرتاح كتزيد على ذلك مورا الفطور كتبقى في الدار ما كاين لا تراوح لا خروج لا والو قبل كورونا كان ديك الاجواء ديال العائله كتجمع كلشي واقف كلشي كيعاون دابا كتكيولي داكشي محاصر عليك وعلى عائلتك على مرتك ووليداتك اللي عندك الوغ الطبق الثاني اللي عندنا اللي كيشبد دان فومي عندي لاباط ديجا واجده درت فيها دان فومي مع شويه ديال البصله المسله ودابا صوبت لاباغاي اللي غدار فوق لي كيش وابخي ندير فوقهم الفرماج الايامات العاديه كان مع الخدمه بحكم الخدمه بحكم عندي البنيته وهذا تنقضيو باش ما كان غدا تقدر دير فيه اي حاجه خفيفه تحطيها الفطور العشاء كذلك ومثال شي حاجه خفيفه فرمضان باغ كونط كنتشهاو كنبغيو ديك الاطباق المغربيه كيف كان كيديروا كاع الاوصال الشباكيه البريوات هادشي شي حاجه ضروري خاص تكون عندنا في الطبله تنبغيوها تكون متنوعه العين كتدق قبل الكرش دابا غندوزو لثوازيام بلا اللي عندنا ايوب قبيله ديجا دار العماره دابا غنوجدو لاباط غادي نقطعوها غادي نعمروها بهذيك الحشوه ونديروا الفرماج ونخشوا في الفران يذوبوا مع بعضياتهم ونحطوهم غني الله يخليك لا 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 ديما كتعاوني لوجين كتعاوني كدير ليا كيف كتشوفوا كدير ليا الفرماج كدير ليا اش كنديري عاوتاني لوجين كدير انا وياك ها براف بيصير انا علمت بزاف ديال اللعيبات فاش يلاه كنا تزوجنا وما دابا هي ولات كتغلبني صراحه كيف كتشوفوا معنا هذه الريزولطا ديال التوجات ديالنا الفطور اليوم المخيمرات لي كيش لي ميني ساندويتش واللي كيتحط في كل فطور مغربي الشباكيه البريوات اللوت التمر ولا سوب بيان سور لي صوبنا كنتمنوا لجميع المغاربه والامه الاسلاميه فطور شهي ويدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وان شاء الله نتلاقاو كاملين مع الحباب ديالنا في ظروف محسن